أجواء حارة نسبياً اليوم في العديد من مناطق المملكة. هاي الليلة رح تكون الأجواء صافية في العديد من المناطق، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 19، نسبة رطوبة منخفضة هاي الليلة ورح تسجل 35%. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة غداً نهاراً. البداية رح تكون مع ساعات النهار في عمان 26، بلا رح تنخفض ل 12، أجواء حارة مع ساعات النهار. الجمعة والسبت رح تنخفض تدريجيا درجات الحرارة، رح تسجل مع ساعات النهار 24، بلا رح تنخفض ل 13، ورح تكون الأجواء باردة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء صافية هاي الليلة، جرش وعجلون 20، غدا 28، إربد 22، وغدا 29، وأجواء حارة. المفرق 19، غدا 29، الزرقاء 20 درجة، غدا 29، أجواء صافية هاي الليلة وغدا أجواء حارة. مطار ملك علياء 18، غدا 29، أجواء مغبرة. السلط 21، غدا 27، ومادبة أجواء صافية و20 درجة. البحر الميت 27، غدا 35، الكرك والطفيلة 18، وغدا 25، وأجواء ربيعية. معان هاي الليلة 18، غدا 28، أجواء مغبرة بجنوب المملكة. العقبة 22، وغدا 34. إرويش 18، غدا 33، وأجواء حارة. رح ننتقل لملخص الطقس خلال الأيام القادمة. أجواء حارة خلال ساعات النهار، عودة انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة مع عودة الأجواء الربيعية مع ساعات النهار. وهلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.